كان صعب جدا، يعني انا الراجل الوحيد اللي في مصر. السيدات ما شاء الله رايحين عليها في كل مره. فالحقيقه طبعا ساعه انتباهي جدا للحقيقه الحلم الوحيد. وكان بديت حاجه اسمها زمان جدا. فهل المؤتمر الجميل اللي معمول دلوقتي هو هيظل حلم نحن ولا حتى في برنامج تدريسي او برنامج ممكن ان هو يبقى قابل للتدريب في المرحله القادمه؟ طبعا انا بقول الشكر الاخير للدكتوره ياسر، والحقيقه طبيبه علم النفس، وهي الحقيقه الوضع كبير جدا، وخصوصا مع الشعب اللي احنا مرتبطين معاه تاريخيا، الشعب المصري تاريخ مع الشعب التونسي في زمان ومحاضرة مع الشعب الخضراء. والبرنامج اللي موجود معانا هنا كان بيعمل على أربع محاور محور الشباب، وده طبعا موجود في الليلة القادمة. وأنا كنت رئيس مجلس محلي، كان اهتمامنا في مجلس محلي اسكندرية أساسا في الشباب، كان عاملين السلام عليكم.
الدنيا وكل